مش عايل من الحرفة أما حصل بطالة والمعيشة بالهفة مع الأزمة وطلوع الكفة وفراغ القفة والريان تايا البط يدخل غير خفة وتجيه الزفة ودا وليدي استرزقت اش ما يجيب لك ربي نوض هو غير الفقر حوجنا وانت بلا خدمه ودا وليدي نوض خلي الصغار ما يتقوتوش ولا كي نوض وليدي قد انا عيت ما نجري ما الخدمه في هذا الوقت قللت عيت من درت طلبات ما عندي زهر وين مسالة فيها الصبح ياما قولي يا راني ماشي نزور سيد المقام سيد المقام مش عيبة عاد كي السؤال قدامك يا بنيتي انا راني خارجة اتحلي ودا وليدي هانو يا ودن داني داني يا ودني دا يا جابش السباب على يديهم شفت منام بعد ما شفتك في ايدك صندوق العجب
ودوك الغاشي اللي يجوا يستبركوا بيك باينين بخير عليهم على حساب وجوههم بسمان زينين بكسيين وما خاصهم وار باركتك باركتك يا سيد المقام. قلت انا نقصدك بالك تشوف حالتنا تشوف حالة وليدات قريتنا هتشوف لوليدي خديمة ما عندنا كتير وما عندنا اللي يعتقدك يا سيد المقام الصغير اطلب لك في وجه المقام الكبير شيء له وبي في الزير باش تشوف حالتنا شوية كما هادوك اللي راهم يزوروك بالقصبة والورد وتحتهم المجمر يزهر وحميهم رافعين يديهم للسماء يتمتموا شفت فيهم مانا طلبة وعلماء باركتك باركتك يا سيد المقام الشميعات وهذه شوية بتاع الجاوي على حساب طاقتنا يا هودان داني 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 هودان داني داني اسمح لي اسمح لي يا سيد المقام الصغير اسمح لي يا سيد المقام الصغير باركتك يا سيد المقام الصغير باركتك يا سيد المقام الصغير باركتك يا سيد المقام الصغير